في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت وزارة الداخلية بتنظيم احتفالية للأمهات بالمناطق الحضرية الجديدة بمناسبة عيد الأم. كما شارك شباب وطلائع المناطق الحضرية الضباط في توزيع الهدايا على الأمهات ونزيلات دور المسنين، وذلك انطلاقا من دور المبادرة في غرس قيم الوفاء لدى الشباب. استمرارا للدعم والتفاعل المتواصل بين وزارة الداخلية وشباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة في إطار مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية، شاركت الوزارة هؤلاء الشباب الاحتفال بعيد الأم، حيث انطلقوا مع مأموريات وزارة الداخلية لتوزيع هدايا على الأمهات المسنات من أهالي المناطق الحضرية الجديدة، تأكيدا على روح المشاركة الاجتماعية لدى هؤلاء الشباب. أنا سعيدة النهاردة بوجودكم ومبادرة كلنا واحد، والبنت اللي جت قدمت لي هدية النهاردة دي كنت سعيدة بيها جدا. كل سنة حضرتك طيبة. دي هدية بسيطة من مبادرة كلنا واحد جيل جديد بتقدمها لحضرتك. ربنا ما يحرمناش منكم يا رب. اتعلمنا في مبادرة جيل جديد العمل الإيجابي والمشاركة الإيجابية في المجتمع، وده بالظبط اللي احنا عملناه النهاردة لما نزلنا مع الضباط ووزعنا هدايا عيد الأم، وده اللي بتعلمنا دايما من مبادرة الجيل الجديد ان انا ابقى ليا دور في المجتمع. انا مبسوطة قوي ان سيادة الرئيس افتكرنا هنا في معن وجاب لي هدية كبيرة قوي عندي وزباط، وانا اول مره حد يجيني كده بالشكل ده واتقدر يعني. شكرا قوي للرئيس، شكرا شكرا لك كتير قوي قوي قوي. بكره نضحي علشان مصر ونوفيك منها طول العمر، اجيال طالعة في مصر جديدة بتقول دايما تحيا مصر. لما تشوف افضل حلف متشرفه بيكم منوره بيكم ان انتوا جايين لي تديني عيد الام قبل ولادي. شكرا يا سياده الرئيس، جزاك الله كل خير على المبادره الحلوه دي. انا والله كنت مبسوطه بالظباط النهارده جوني ومعهم جيل جديد، ربنا يا رب يبارك فيهم، وجابوا لي هديه عيد الام، ربنا يبارك لهم يا رب. سياده الرئيس ربنا يبارك لنا فيه، ادوا له الصحه يا رب. فرحانه جدا ان انا مع وزاره الداخليه بنوزع هدايا عيد الام، وفرحانه جدا لفرحتهم ان هم اتبسطوا، وكل سنه وكل ام مصريه طيبه. انا بشكر الرئيس جدا جدا والداخليه جدا جدا، لان عايشنا في حياه تانيه خالص، حياه كريمه جدا. وزعنا الهدايا على الامهات واحنا كنا مبسوطين، ومبسوطين عشان شفنا الامهات كمان مبسوطه. حرصت الوزاره على اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضريه الجديده الى دور رعايه المسنات للاحتفال معهم بهذه المناسبه في تقليد جديد تسعى من خلاله وزاره الداخليه الى غرس القيم الاجتماعيه والايجابيه لديهم، استمرارا لدورها في بناء النشأ وتعليمهم معاني الوفاء والتقدير لدور الأم في بناء الأسرة والمجتمع. لما تشوف أفضل حنفين يحمو يبنو اليوم الدين وليك يا وصير الدنيا. مبسوطين بالإحساس اللي عملتوا أنتوا معنا، يعني حاجة حلوة قوي، كتر خيركم. ربنا يخليكم لنا ويخلينا الرئيس ويعيش ويجيب لنا ويعيش ويعمل لنا كل حاجة حلوة. كفاية ان انتوا جيتوا عشان تزورونا وتفرحونا، دي حاجة كبيرة قوي. لما تشوف افضل حنفين يحمو يبنو اليوم الدين.
الأمورة الصغيرة دي جات وأسعدتنا وفرحتنا، وربنا يكرمها إن شاء الله، لأن دي حاجة كبيرة عند ربنا يعني. طبعاً أسعدت الناس الكبيرة دي لأنه في احتياج لحد يطبطب عليها. اتعلمت من مبادرة الجيل الجديد إن أنا يبقى عندي صلة رحم وأزور الكبار، ويبقى أتعاون يعني مع الناس وأساعدهم. لما تشوف أبطال حزين يحمو يا ابن اليوم الدين. احتفالات الوزارة بعيد الأم امتدت إلى تنظيم احتفالية لأمهات شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة من المشاركين في مبادرة جيل جديد بمنتجع عين الحياة التابع للوزارة، بحضور عدد من الشخصيات العامة، وهو ما يأتي في إطار نجاحات المبادرة في بناء شخصية شباب وطلائع هذه المناطق وغرس القيم الإيجابية في نفوسهم. أشكر وزارة الداخلية على الجهد القوي والرائع في أن احنا خلينا شباب تقدر في يوم من الأيام تبني البلد وتحقق الأحلام دي. وجود الأمهات مع أبنائهم النهاردة ده بيعزز الفكرة اللي احنا عايزين نأكد عليها، ازاي يتعاملوا معاهم وازاي ان هم يحتفوا بيهم وأيضا يكونوا فخورين بأولادهم. سعيدة بالنتيجة اللي وصلنا لها، سعيدة بالأفكار اللي الولاد بيقولوها، سعيدة بسلوكهم، سعيدة بثقافتهم، سعيدة بمساهمتهم. بشكر وزارة الداخلية وبشكرهم جداً على اهتمامهم بالأمهات، وبشكر سيادة الرئيس على المبادرة الحلوة دي. بنشكر سيادة الرئيس على دعمه لأبناء المناطق الحضرية، إنه خايف عليهم عشان يطلع شاب كويس يعرف يتعامل مع العالم. في كلمة قالها سيادة الرئيس أنا بحبها جداً جداً، إحنا بنبني الإنسان زي ما بنبني الحجر. وطبعا بشكر وزارة الداخلية ان هي قامت بالمبادرة دي. كنت موجودة السنة اللي فاتت والسنة دي، ففي تطور في سلوك الأولاد وفي أحلامهم، في متابعة وفي اهتمام وفي طول الوقت عايزين نبقى أحسن، دي حاجة كويسة جدا ولازم نحافظ عليها طول الوقت. سيطرت الأجواء الرمضانية على الاحتفال، تواشيح دينية متنوعة تفاعل معها الحضور، حيث يأتي الاحتفال بعيد الأم هذا العام تزامناً مع شهر رمضان المبارك. وقد تم توجيه الشكر لوزارة الداخلية التي استطاعت أن تغير من هؤلاء الشباب وتزرع فيهم الحلم والأمل في حياة أفضل. بجد بشكر وزارة الداخلية وبشكر الرئيس على اهتمامه بأولادنا، ويا رب دايماً إن شاء الله رافعين رأس مصر بإذن الله. وديتنا أمل لبكرة أن أولادنا يبقى حاجة حلوة وحاجة كويسة في المجتمع إن شاء الله بإذن الله. الاحتفالية شهدت توزيع هدايا عيد الأم على شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة ليسلموها لأمهاتهم في أجواء احتفالية، وهي تعبير عن التقدير لدور هؤلاء الأمهات في بناء أجيال جديدة قادرة على البناء والعطاء. بجد أنا كنت فرحانة جدا النهاردة لما شفت مامتي وهي طلعت تستلم الهدية وهي فرحانة. بحبك يا سيادة الرئيس عشان حضرتك عملت لنا الاحتفالية الجميلة دي وكرمت ماما. نجاح كبير لمبادرة جيل جديد، حيث غيرت المفاهيم لدى شباب وطلائع المناطق الحضرية الجديدة، وعظمت من القيم الإيجابية لديهم، وفعلت من دورهم في خدمة المجتمع، وأكدت أن بناء الإنسان في مقدمة الأولويات مع توفير السكن الحضاري الآمن لهم. تستمر مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية التي أطلقتها وزارة الداخلية في سعيها الدائم لدعم شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وها هي تحتفل معهم بعيد الأم في تجسيد للأبعاد الاجتماعية لهذه المبادرة التي تسعى دائما إلى دعمهم ومساندتهم والارتقاء بثقافتهم وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.